الاقتتال والتهدئة أو الهدنة. ده مهم قوي، لأن طبعا حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون لي يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة. وده أمر أنا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أي مكان، المكان اللي هي جاية منه. أنا حذرت قبل كده من إن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، والمنطقة كده هتبقى عبارة عن قنبلة موقوتة تأذينا كلنا، تأذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو إن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمة اللي حولها دي ملهاش معنى يعني تباهي أو تماهي. مصر دولة قوية جدا لا تمس، مصر دولة قوية جدا لا تمس. فمهم قوي ان احنا لشبابنا وشاباتنا وكل المصريين المعنيين بالموضوع ان هم يبقوا قلقانين، لا ما تقلقوش، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حافظ البلد ديت في 2011 و 2013 هيحفظها دائما. ليه طيب هيحفظها دائما؟ لان احنا ابدا في سياساتنا اللي بنعملها ما كانش فيها سياسات لا غدر ولا خسة ولا تآمر ولا انتهازية ولا حتى مصالح. كان مصلحتنا ان الدنيا كلها تبقى مستقرة ونبني ونعمر في بلدنا، ده اللي احنا اشتغلنا عليه. وما افتكرش في سنن الوجود اللي احنا موجودين فيه ان يبقى في قيم زي كده بيتم التعامل معها واصحابها يتم يعني ايذائهم او يعني القضاء عليهم او تدميرهم او اي حاجه. لا، وعلى كل حال الدوله المصريه بفضل الله وبفضل شعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قدره على أن هي تحمي بلدها تماماً، تحمي بلدها تماماً. فما تقلقوش، شوفوا شغلكم وشوفوا حالكم وعيشوا حياتكم، وإن شاء الله إحنا بنبذل جهد كبير جداً عشان نخفف ونهدئ من حالة يعني الاقتتال اللي موجودة في القطاع، وبنبذل جهد عشان المساعدات الإنسانية كلها تخش. وهنا لازم يعني أسجل كل الشكر وكل التقدير للدول التي قامت بإرسال مساهمات ومساعدات إنسانية. وبرضو مهم قوي إن إحنا نبذل جهد ونضغط عشان كل المساعدات دي تدخل بحجم يتناسب مع حجم الطلب اللي جوه، حجم الاحتياج اللي موجود جوه القطاع. إحنا بنتكلم في 2.3 مليون، النهاردة إحنا بنتكلم في حصار كان موجود قبل كده وبرضه بقى اشتد جدا في المية والوقود والمواد الغذائية والمواد الطبية والكهرباء كمان. فالاحتياج ضخم جدا، وبالتالي ما افتكرش ان نقدر نحدد ده بعشرين شاحنة او ستين شاحنة او مئة شاحنة. لا، هو اي حجم من الشاحنات اللي ممكن ندخلها للقطاع امره في منتهى الاهمية دلوقتي. يتبقى ان احنا بنبذل جهد ايضا، انا بقول بس للجميع يعني ان احنا حريصين ايضا على ان احنا بقى لنا دور ايجابي في تخفيف حدة الازمة من خلال اطلاق سراح الاسرى والرهائن اللي موجودين في القطاع. وبنبذل جهد، بس مش كل حاجة بيتم الحديث عنها، يعني لما بتخلص بنبقى هنعلن عنها. مرة تانية انا بطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وبطمنكم بالله سبحانه وتعالى، بالله محدش يقدر، محدش يقدر. يعني نشتغل، خلونا نشتغل ونبني ونعمر. شكرا جزيلا.